السلام عليكم. محاضرتنا الأولى اللي كانت على التايم ريسبونس اللي قلنا بيها بهالحالة إيش راح ندرس؟ راح ندرس المنطقة الأولى أول شيء أول ما يبدأ النظام يشتغل قبل ما يوصل إلى مرحلة مرحلة الستيدي ستيت يبدأ يستقر. أوكي، هاي المرحلة درسناها بهذا المخطط ودرسنا كل تفاصيلها. المرحلة الثانية اللي هي راح نبدي منها ندرس هي الحالة شلون راح نطلع الإرار، شلون راح نطلع نسبة الخطأ. ماكو نظام مستقر 100%، كل نظام لكن لازم بي بلس ماينس، لازم بي زيادة ونقصان. هاي المنطقة اللي هي شوف احنا بين الخطين، هاي بين الخطين اللي حاطين بيها هذه، صيحوا لها شنو قلنا؟ قلنا الإرار. ومن نجي ندرس الإرار كون ندرس شنو؟ ندرس البوزيشن مات الإرار والفيلوسيتي وندرس الأكسلريشن. فيعني معناها شنو هسا؟ راح نبدي ندرس الستدي ستيت إرار. باو علينا. أول نقطة راح خلي أنزل بس من رخصتكم الكاميرا. باو علينا. النقطة الرئيسية اللي عندي أنا كل الأنظمة بيها شنو؟ بيها ترانسفير فانكشن. بيها شنو؟ بيها ترانسفير فانكشن. هاي الترانسفير فانكشن اللي عندي اجي من خلال هاي الترانسفير فانكشن اطلع رقم واحد، اطلع البوزيشن ايرور كونستانت، بوزيشن ايرور كونستانت اللي هو شنو؟ هو ارمز له الكي بي اللي يساوي لي ليميت اس يقترب من الصفر جي اوف الاس. اوكي، هذا شنو؟ هذا البوزيشن ايرور كونستانت. بعدين ورا اجي ادرس رقم 2 اللي هو شنو؟ الفيلوسيتي ايرور كونستانت اللي هو شنو؟ يمثل لي الكي في اللي شي يساوي لي ليميت اس يقترب من الصفر المن للجي للاس مضروبه في جي اوف الاس. اوكي، اس في جي اوف الاس اللي هي شنو؟ هي الترانسفير فانكشن اللي عندي. واجي النقطه الثالثه اللي اشتغل بيها اللي هي الاكسلريشن ايرور كونستانت. خوش، اللي هو شي يمثل لي كي اي اللي يساوي لي ليميت اس يقترب من الصفر للاس سكوير، باوع لي الاس سكوير لان عندي اكسلريشن هنا لجي اوف الاس. اذا صار عندي انا الترانسفير فانكشن مالتي مره طلعت منها البوزيشن ايرور كونستانت اللي هي قلت ليميت اس يقترب من الصفر للجي اوف الاس، واجيت طلعت الكي في اللي هو شنو؟ الفيلوسيتي ايرور كونستانت اللي هو ليميت اس يقترب من الصفر اس مضروبه في جي اوف الاس، واجيت طلعت الثالثه اللي هو شنو؟ اكسلريشن ايرور كونستانت واللي من خلال قانونه اللي هو الكي اي مضروب يساوي لي ليميت اس يقترب من الصفر للاس سكوير جي اوف الاس. شو اسوي بيهن؟ هذا اطلع من عده. بعد ما طلعت دني النقاط الثلاثه اجي اخذ الكي بي. شو اطلع منه؟ اطلع منه الايرور اوف يونت ستيب، يونت ستيب input error of unit step input. هذا خل اقول ان اي error unit step input اللي هو شي يمثل لي يساوي لي 1/1 زائدا الكي بي اللي هو هذا. واجي الى بي خل اقول اطلع من عنده الايرور مالت من؟ مال اليونت
شنو؟ رامب يونت رامب انبوت اللي هو شي يمثل لي يساوي لي واحد على كي في اوكي. والثالثة اطلع السي اللي هو شنية اللي هو اليونت بارابوليك انبوت اللي شي يساوي لي اليونت بارابوليك انبوت يساوي لي واحد على الكي اكسلريشن. تمام لو مو تمام لهنا انا اوكي. شنو القضية هنا؟ خل باوع سالفة اجي شنو الايرر مال يونت ستيب انبوت. اليونت ستيب انبوت بالرسم مالتي الدالة شو تكون؟ هذا التايم هذا ار اوف تي. فمن اجي لل يونت ستيب اللي هي ستيب فانكشن مالتها شو راح تكون الدالة؟ راح تكون الدالة بهالشكل. يعني الار اوف تي تساوي للار يو اوف تي هاي دالتها اوكي. ولو اجي للجواها لليونت رامب انبوت يونت رامب انبوت شنو اللي قصدي بيه؟ قصدي انه هاي الداله اللي عندي اذا هذا التايم هذا الار اوف تي هنا ايش راح تصير عندي الداله؟ راح تكون داله بهالشكل هذا. يعني معناها شنو؟ معناها الار اوف تي شو يساوي لي؟ يساوي للار في التايم في اليو اوف تي اوكي. واذا كانت الداله يونت بارابوليك انبوت معناها شنو؟ معناها انا راح تكون بهالشكل هذا اللي هو البارابوليك فانكشن مالتها. والار اوف تي شو يساوي لي؟ يساوي لي ار تي سكوير على 2 يو اوف تي. كل سؤال من يجيني من الاسئله راح نحل امثله ان شاء الله شوف اكزامبلز وراح نعرف من خلالها شلون نتعامل وياه. لكن اللي تحط ببالك انه كل سؤال او كل ترانسفير فانكشن تحسب له مطلوب من عندك تطلع منه الايرور. تطلع له اول شيء البوزيشن ايرور كونستانت من خلال هاي المعادله، وتطلع بعدين الفيلوسيتي ايرور كونستانت، وتطلع بعدين الاكسلريشن ايرور كونستانت. انا هسه قاعد اعطيك ملخص. وبعدين شو تسوي؟ تقول الايرور مالت اليونت ستيب فانكشن يساوي هذا المقدار، الايرور مالت اليونت ستيب يونت رامب انبوت هذا المقدار، والايرور مالت من؟ مالت اليونت بارابوليك انبوت هذا المقدار. ان شاء الله واضح، ان شاء الله واضح. والسراح الامثله راح توضح لنا الموضوع بالزايد. هسه احنا بصوره عامه تقريبا نقدر نقول احنا سيطرنا على التايم ريسبونسز، بس نريد شنو؟ نريد اكزامبل حتى نعرف من خلالها شلون نتعامل ويا من؟ ويا المنظومات. وشكرا جزيلا.